إيه الجلسة النهاردة كانت على إيه الأول يا دكتور؟ الجلسة كان في جلستين، الجلسة الأولى كانت عن فيروس بي في أفريقيا ودوره في التأثير على صحة الإنسان الأفريقي، وبرضو نقلنا دور مصر في الريادي. احنا عاملين ايه ومستوانا ايه الاول؟ اولا احنا عاملين كل حاجة بفضل الله تعالى، في حاجات ناقصة طبعا لان حتى الدول العظمى عندها نقص. ايوه عندها نقص. فاحنا في العلاج ولا في كل شيء. لكن فاحنا برضو في حدود امكانياتنا عاملين خدمات عاليه جدا. فيروس بي احنا موفرين التطعيم، لان فيروس بي غير فيروس سي. طبعا فيروس بي ليه تطعيم وموجود ومتوافر، وممكن من خلال يعني برنامج حضرتك اي حد كبير او صغير ما طعمش طعم فورا. اي حد كبير او صغير ما طعمش طعم ملوش فورا. سن يعني ما حدش يقول ايه ما انا لا معقول هروح الطعم في السن ده. يا استاذ تروح أيوة. الطعم في السن ده التطعيم موجود وبيدي مناعه اكتر من 95%. هايل. طب اللي ما طعمش بيبقى عرضه ان هو يجيله فيروس من اي شكه او من اي نقل دم. ده بي. لان بيعمل تليف وبيعمل اورام في الكبد. نعم. فاحنا في مصر عن متوافر دي في بطاقه التطعيمات علشان فرصه للامهات بتتفرج علينا. بالظبط بالظبط يعني كده المفروض منطقي ان في بطاقه تطعيمات الاطفال الام بتطعم ولادها. دكتور الاطفال طبعا عنده هذه المعلومه والام ممكن تفكر وتبقى برضو عندها حريصه من الثقافه انها تبقى عارفه هي بتطعم ابنها من ايه. صحيح. لما بسال الامهات طب انت طعمتي ابنك؟ مش فاكره ما اعرفش يا دكتور. طب ما ده كلام ما ينفعش. صحيح. لازم يبقى عندها ثقافه وتكتب. ده المفروض يتعمل كده. نعم. بيبقى في ورقه او في اجنده بتبقى كاتبه فيها التطعيمات. فبروتوكول التطعيم موجود عندنا في مصر الحمد لله، ودي خطوه استباقيه بتقي الانسان المصري من كارثه كبيره قوي وهي فيروس بي. كذلك متوفر العلاج في حاله الاصابه. في حاله الاصابه. نعم. فالاثنين دول موجودين عندنا الحمد لله ومتوفرين. فما فيش حجه النهارده ان حد يجي له فيروس بي. لا يتوب. ده اهمال شخصي بقى. بالظبط. وطبعا المتابعه الضروريه ان هو بيعمل تحليلات بصفه مستمره ويعمل موجات صوتيه، والتحليلات موجوده ومتوفره في كل حاجه. تمام. التطعيم موجود والعلاج موجود. تمام. ودي كانت الجلسه الاولى اللي احنا كنا بنتكلم عن مشكله فيروس بي في افريقيا. في افريقيا. ودور مصر برضو الريادي في هذا الموضوع. احنا فين في النقطه دي من افريقيا بقى؟ أي. هل افريقيا ايضا عندها كل التطعيمات وعندها كل العلاجات ولا ايضا هناك نقص؟ هناك نقص شديد. هناك نقص، هناك نقص شديد. فهنا هيحصل تعاون. بالظبط. اتحسنت جدا افريقيا بالتعاون مع منظمه الصحه العالميه، عامله دايما بروجرامات، سلسله من البروجرامات وسلسله من البرامج لتحسين الصحه في افريقيا بناء على معلومات في وخصوصا في بعض الاماكن اللي غير متوفر فيها لا التطعيم ولا العلاج. مصر فين؟ مصر في حته ثانيه خالص. يعني انا عايز اقول ان مصر تعتبر حاجه متقدمه جدا جدا بالنسبه لدول افريقيا. نعم. دي حقيقه واقعه. نعم. يعني في كل شيء على فكره. في الفيروسات الكبديه، في كل ما يخص بالكبد، في زراعه الكبد. احنا عندنا زراعه كبد بقالنا 22 سنه عندنا زراعه. صحيح. كبد. صحيح. بس بنحقق معدلات عاليه من الشفاء. عاليه جدا. حاطط معدلات تقترب تقريبا او هي في نفس المعدلات العالمية. هايل. وبنعمل ده، احنا بنعمل الصعب في مصر. البروجرام زراعة الكبد في مصر اللي هو من متبرع حي. نعم. مش من متوفي حديثا. نعم. وهو الأصعب. أيوه. بناخد جزء وفص من حد من الأقارب. كبد سليم. يتوافق. فهي عمليتين كبار. أيوه طبعا. بنجاح شديد جدا. طبعا. الحمد لله. إذا مصر في منطقة تانية خالص بالنسبة لإفريقيا. وده